السلام عليكم ورحمة الله، معكم شهد مفوشي أرت. وصلنا للجزء 11 من مشروع سبرينج لين. في الجزء هذا راح نبدأ نجمع كل القطع اللي اشتغلناها في كل الأجزاء اللي راحت، ونكون منها بطانية كبيرة. البطانية هذه حيكون مقاسها في نهاية الجزء هذا. إذا كنت تستخدمي نفس خيوط المقترحة ونفس السنارة المقترحة في المشروع، حيطلع مقاس البطانية عندك 105×80. بعدين لما نعمل الطرف كمان حتصير أكبر من كده، بس بداية في البداية حتصير 105×80. طيب، طريقة التوصيل حتكون باستخدام غرزة الحشو. كمان رح نبدأ أول شيء بتوصيل القطع الستة الكبيرة اللي في النص. بعد ما نوصلهم مع بعض هتتكون عندنا قطعة كبيرة مستطيلة، نحطها على جنب ونبدأ نشتغل على القطع الصغيرة. القطع الصغيرة هذه حنبدأ نشبكها بطريقة معينة بحيث إنها تصير برواز. بعد كده هتصير برواز كبير طبعا مفرغ من النص. حنبدأ نشبك القطعة المستطيلة في البرواز هذا. خلاص، كل شيء هشرح لكم هو بالتفصيل إن شاء الله. أنا هستخدم في بطانيتي، ما راح استخدم غرزة الحشو في التوصيل، لا هستخدم غرزة المنزلقة وهشتغلها في اللفة الخلفية. راح أحط لكم رابط الفيديو شرح الطريقة هذه، شرحتها قبل كده، حط لكم رابط لشرحي أسفل الفيديو. اللي حابة إنها تستخدم المنزلقة في اللفة الخلفية وتوصل بيها براحتها، اللي تبغى توصل بالحشو كمان براحتها عادي، ما في شيء معين. بالنسبة لترتيب القطع، كمان ترتيب القطع نزل في موقعهم، بس ما انت ملزومة فيه، عادي ممكن ترتبي القطع زي ما تبغي. في موقعهم حاطين رسومات توضيحية لطريقة التوصيل، هحط لكم الرابط أسفل الفيديو عشان تدخلوا على الموقع حقهم وتشوفوا الصور اللي هم حاطينها. خلاص، وكمان حاطين PDF، ملف PDF فيه له كل الوحدات، يعني مصورين الوحدات وحاطينها في ملف PDF. اللي تبغى مثلا انها ترتب الوحدات بشكل مختلف غير عن الترتيب حقهم، تاخذ الملف PDF هذا وتطبعه وتقص المربعات وتركبيها زي البازل كده، تقعدي وتركبي تشوفي ايش الانسب ليكي، بدل ما تقعدي ترتبيها يعني نفس القطعة الكروشيه، بدل ما ترتبيها لانه هي قطع كبير كتير يعني، فبدل ما تقعدي تتعبي نفسك وترصيها في مكان كبير في الارض او على طاولة كبيرة، خلاص يصير عندك القطع كلها عبارة عن اوراق وترتبي، وبعدين على اساس ترتيبك هذا تبدأي تشبك القطع الكروشيه. أول شيء رح يجينا توصيل المربعات الكبيرة. طبعا أنا وصلت الجهة هذه، 6 مربعات هي حتكون كده لاصقة في بعض. خلاص، حنوصل كل مربعين سوا ونعملها زي الشريطة زي كده. خلاص، خلصنا من الجهة الأولى، نبدأ في الجهة الثانية، توصل المربع الأول مع الثاني والثاني مع الثالث. أنا رح أوصل الثالث معاكم عشان تشوفوا الطريقة. التوصيل حيكون بغرزة الحشو. سويت عقدة في السنارة وراح اشتغل دحين. اول حاجة حتعملي تحطي القطعة ظهر القطعتين على بعض، يعني هذه القطعة الاولى ظهرها وهذا ظهر القطعة الثانية فوقها. خلاص، بعد كده حتاخدي الزاويتين زي كده على بعض، تحطيهم وتشبكيهم بحشو. خلاص، هذا حشو واقف. طيب، بعد كده هتاخدي كل غرزة من المربع اللي هنا مع الغرزة اللي تقابله من المربع اللي هنا. خلاص، هذه الغرزة الأولى رح أخذها مع الغرزة الثانية من الغرزة الأولى من المربع الثاني واسوي حشو. طيب، مرة ثانية
غرزة تانية مع الغرزة التانية من المربع التاني وتسوي حشو. حتاخدي كل غرزة مع الغرزة اللي تقابلها في المربع التاني، وانتبهي انك ما تنسي ولا غرزة لانه عدد الغرز متساوي في كل المربعات. حتكملي بنفس الطريقة، بنفس الطريقة هذه لآخر الصف. لما توصلي هنا حيكون عندك الزاويتين، حتشتغلي فيهم حشو مع بعض، حتشبكي زي ما سوينا في البداية، شبكنا الزاويتين بحشو، حتى هنا راح تشبكيها الاثنين بحشو. بس تخلصي من توصيل كل ثلاثة مربعات مع بعض زي كده، راح تمسكيهم دحين كلهم مع بعض وتوصليهم، تحطي الجهة الخلفية مع الجهة الخلفية للمربعات زي كده، وحتبدأي توصلي بنفس الطريقة اللي شرحتها. حتشتغلي في كل زاوية، حتاخدي زوايا مع بعض وتشتغلي فيها حشو، وتمشي لين توصلي للزاوية الثانية، طبعا الزاويتين مع بعض بحشو، تروحي للزاويتين اللي بعدها بحشو، وبنفس الطريقة كل غرزة حتاخديها مع الغرزة المقابلة لها، حيصير عندك قطعة مستطيلة، حتصير عندك المربعات كلها متصلة مع بعض بهذا الشكل. المربعات الصغيرة راح نركبها في البداية على شكل برواز في البداية، وبعدين حنركب المربعات الكبيرة في النص. طيب، طريقة تركيبهم حتكون أول شيء إنك حترتبي القطعة زي كده قدامك في الأرض أو على الطاولة اللي يريحك. خلاص، طبعا أنا ما وصلتهم، حترتبيهم بالترتيب اللي أنت تبغيه، أو تتبعي الطريقة اللي هم، أو تتبعي الترتيب اللي هم حاطينه في موقعهم، لك الحرية طبعا، ما أنت ملزومة تتبعي طريقتهم. أنا رتبت بنفس ترتيبهم. أول حاجة حتحطي المربعات بهذا الشكل. خلاص، حتبدأي تاخدي كل مربعين مع بعض توصليهم بحشو. خلاص، يعني هذا المربع وصلته بحشو مع هذا، حطيت ظهر القطعتين على بعض وصلتهم بحشو مع بعض. خلاص، وصلت لين هنا، ما قصيت الخيط، لا كملت ووصلت الاثنين هذول مع بعض، يعني صار من هنا لهنا دفعة واحدة وصلتها، صارت عندي أربع قطع متصلة مع بعض. خلاص، حتروحي للقطعتين الثانية، تجيبيها تحطيها ظهر القطعتين على بعض زي كده وتوصلي. طيب، حيتكون عندك في النهاية البرواز، طبعا حتصير عندك زي الشرايط زي كده طويلة، واللي في النص لسه ما توصل حتخليه في الأخير. طبعا هنا كمان الجهة الثانية حتكون بنفس الطريقة، حتجيبي القطعتين هذه ودي وتوصليهم مع الباقيين وتسوي نفس الشكل، نفس الطريقة. طريقة التوصيل بنفس الطريقة اللي شرحتها في البداية، حتكون بالحشو، الزاويتين تاخديهم مع بعض بحشو، وبعدين كل غرزة من الغرز حتشبكيها بحشو مع الغرزة اللي بعد اللي قبالها على طول. خلاص، طيب بالنسبة للمربع اللي في الزاوية حيكون في الأخير، حتخليه ما حتركبي معاهم، لا حتخليه في الأخير. خلوني أوريكم قطعة لسه ما ركبت فيها. مثلا هذه القطعتين أنا لسه ما وصلتهم مع بعض، شايفين أول شيء بدأت بتوصيلهم، عملت شريطة طويلة. خلاص، راح تجيب القطعة الثانية، الشريطة الثانية اللي هي طبعا حتكون في الجهة الثانية، هذا هو الترتيب. خلاص، طبعا باقي عندي هنا هذا المربع، وفي الزاوية حيكون هذا المربع، هذا حتخليه للأخير، ما راح تركبي معاهم، خليه على جنب. خلاص، دحين أنا إيش حسوي؟ حجيب المربع هذا مع أخوه، أحطهم كده على ظهر بعض، وأبدأ أوصل من هنا، أبدأ تمام، وحكمل لين ما أوصل للزاويتين حتعملي فيهم حشو. طيب،
ما تقص الخيط، خلي الخيط مشبوك. خلاص حتيجي للمربعين هدول وتشبكيهم بحشو في الزاويتين مع بعض، عرفتي؟ فحتصير القطعة كده كلها متصلة عندك مع بعض. أنا ما رح أوصلهم بحشو، رح أوصلهم بمنزلقة في اللفة الخلفية زي ما قلت لكم في البداية. حتصير القطعة عندك هذه كلها، حتصير هذه كلها قطعة واحدة عندك. خلاص لما تخلصي حتصير كلها قطعة واحدة. بعدين حتركبي هذه. هذه كيف حتركبيها؟ راح تركبيها، تبدأي من هنا أو من هنا عادي من أي مكان. راح تبدأي بحشو في الزاويتين وتمشي حشو حشو لين توصلي عند الزاويتين هادي، لحد ما توصلي عند الزاويتين هادي وتشبكيهم بحشو. خلاص بعد كده هتشبكيها مرة تانية بحشو مع الزاوية هادي. شبكتي الزاوية هادي مع دي بحشو، خليكي من ده المربع، امسكي الزاوية مرة تانية واشتغلي فيها حشو مع هذا المربع، حتصير عندك اتنين حشو في الزاوية هذه، وحتكملي بحشو لين توصلي لنهاية المربع وللزاويتين وتسوي حشو. خلاص يعني هذا المربع حيكون في الأخير، نوصله بدي الطريقة مختلف عن الباقيين، وحيتكون عندك البرواز. طبعا حتمشي على نفس الخطوات هذه، حيتكون عندك البرواز. عشان يكون الشرح واضح أكتر، أنا رح أوصل لكم دحين قدامكم هذه القطعتين مع بعض. خلاص رح نوصل هذه القطعتين مع بعض عشان يكون الشرح أوضح بالنسبة لكم. فرح أجيب قطعة كده لأني لازم أبدأ من هنا من برا. هذه عقدة أو عقدة في السنارة سويت، وحبدأ بحشو واقف. هاخد الزاويتين مع بعض زي كده، هذه الزاوية الأولى كده أوضح عندكم، هذه الزاوية الأولى مع الزاوية الثانية هشتغل فيهم حشو. خلاص دحين كل غرزة من غرز المربع هذا راح تشبكيها بحشو مع كل غرزة تقابلها من المربع الثاني. هذه الغرزة الأولى، هذه الغرزة الثانية، وتشبكيهم مع بعض بحشو. خلاص بعد كده الغرزة اللي بعدها، كل غرزة مع الغرزة اللي تقابلها. دحين أنا وصلت للزاويتين، شايفين هذه المربع الأول هذا المربع الثاني وهذه الزوايا حقتهم. هاخد الزاوية الأولى مع الزاوية الثانية من المربع الثاني وأشبكهم. خلاص شايفين كيف؟ دحين راح أجيب الجزء الثاني أشبك على طول من غير ما أقص الخيط ولا أعمل سلاسل ولا شيء، حتشبك الزاويتين مع بعض وتبدأي تشبكي كل غرزة بالغرزة اللي قبالها. بدي الطريقة لحد ما توصلي لآخر غرزة هنا وتشبكي الزوايا مع بعض. وصلت للزاوية وحشبك الزاويتين سوا. هذه الطريقة صار عندي صاروا كلهم متصلين مع بعض. خلاص راح اشرح لكم دحين طريقة توصيل
الزاوية برضو عقدة منزلقة أو عقدة عادية في السنارة، وحاخد الزاويتين مع بعض، دي الزاوية الأولى مع الزاوية الثانية. زي كده، وحبدأ أوصل عادي زي ما شرحت لكم هنا، حتوصل لين توصلي للزاوية. دحين وصلت عند الزاوية زي ما انتو شايفين، هاخد الزاوية الأولى هذه مع الزاوية من المربع الثاني، هشبكهم. خلاص شايفين كيف الزاويتين صاروا مشبوكين مع بعض؟ تمام. هترجعي مرة تانية في نفس الزاوية، تدخلي السنارة وتاخدي المربع الثاني اللي هنا، تاخدي زاويته وتسوي فيهم حشو. صار عندك ايش هنا في الزاوية هذه؟ صار عندك 2 حشو، طيب، لانها مشبوكة مع مربعين. وحتكملي دحين كل غرزة بالغرزة اللي تقابلها تشبكيهم مع بعض. بس خلصت من توصيل الزاوية هذه، صار شكل البرواز زي كده. لسه طبعا في فراغات، لسه في اماكن ما وصلناها. هتخلصي كل 4 زوايا بنفس الطريقة اللي اشتغلناها هنا، خلاص حيصير عندك برواز كامل مفرغ من النص. بعد كده حنبدأ نوصل من نص المربعات بخط واحد، هتمشي على كل المربعات بحشو بنفس الطريقة بالضبط اللي وصلنا فيها الأجزاء الصغيرة هذه. ما في شيء جديد، بس هذا المربع عندك عشان توصليه راح تعملي فيه زي ما عملنا في المربع الوردي اللي هنا. لما تيجي توصلي زاويته هتوصليها بزاوية هذا، خلاص، وترجعي مرة تانية تسوي حشو في نفس الزاوية عشان تشبكيها بحشو هنا، خلاص. يعني نفس ما اشتغلنا في زاوية المربع هذا، هتشتغلي بنفس الطريقة في زاوية المربع الثاني عشان يكون الخط متصل، خلاص. لما تنتهي من توصيل المربعات كلها بالطريقة الصحيحة، حيكون عندك طبعا قصدي المربعات الصغيرة، حيكون عندك تكون برواز زي كده. طبعا انا ما اقدر احطه كله في اطار الكاميرا لانه البطانية كبيرة، فهذا شكلها. طبعا انا وصلت زي ما قلت لكم الخط هذا بشكل متصل زي كده، كامل البطانية بخيط واحد، خلاص. كانت هذه النتيجة، شايفين كيف؟ من هنا أسفل البطانية. دحين راح يجي دور القطع اللي الستة الكبيرة اللي بتكون في النص، راح افردهم زي كده. كيف حتركبيهم؟ نفس ما ركبتي او نفس ما عملتي في البرواز، زي ما ركبتي هنا المربعات مع بعض، حتركبي المربعات الكبيرة في المربعات الصغيرة. بس في هنا حاجة احب اقول لكم، هي في الزاوية لما تيجي تركبي او توصلي القطع، حوصلها معاكم عشان تعرفوا أو توضح الفكرة عندكم أكتر. هنا في الزاوية لما توصلي عند الـ3 مربعات هدول وزاوية المربع الكبير، راح تمسكي زاوية المربع، خلاص، تشبكيها بحشو مع زاوية المربع الأول زي كده. تشبكيها بحشو مع زاوية المربع الأول، خلاص. بعد كده هترجعي مرة تانية وتاخدي الزاوية نفسها حقت المربع الكبير وتشبكيها بحشو في زاوية المربع الثاني اللي بيكون في الركن مع هذا المربع، خلاص، مرة مع ده ومرة مع ده. طيب،
بعد كده هترجعي مرة تالتة تاخدي الزاوية نفسها حقت المربع الكبير وتشبكيها بحشو في زاوية المربع الثالث والأخير زي كده. وبعدين طبعا حتكملي تشبكي هدول مع بعض، المربع ده مع المربع الكبير. بالنسبة للزوايد اللي هنا طبعا شايفين قديش عندنا في زوايد خيوط، ما هي مشكلة كبيرة، انت تقدري وانت تمشي وانت تشتغلي تقدري انك تخفي الخيط معاكي، فخلي الخيط كده على برا واشتغلي وحتخفي كل الخيوط معاكي، لا تنسي اي واحد. كل انتبهي انك وانت ماشية كل ما لقيتي خيط تشيليه وترفعيه معاكي عشان تخفيه وقت الشغل، وبكده تكوني اشتغلتي في نفس الوقت نظفتي القطعة وما تعبتي. في النهاية هذا شكل الزاوية حيكون عندك بعد ما توصليهم. كانت هذه هي نتيجة التوصيل بعد ما خلصت. خلاص بطانيتي كلها وصلت القطع فيها، هذه هي النتيجة شايفين كيف. بالنسبة لل طبعا كنت أنا وأنا أشتغل أوصل الطرف هذا كنت أخفي الخيوط اللي زايدة من هنا من كل المربعات. بالنسبة للزوايد اللي بتكون هنا في طرف البطانية لا تشيليها، ما خليها في الجزء الجاي، هنشتغل طرف حول البطانية فتقدري تخفيها بعدين وانتي بتشتغلي.